الأستاذ الكريم قلنا مابقاش حاجة كثيرة في اللقاء، قلنا غير واحد مسألة اللي هي بها غادي نختمو. تكلمنا على التأهيل من مجموعة من الجوانب، بقى واحد المسألة ديال هذا الإصلاح وهذا التأهيل الديني، واش تيمس الإصلاح، واش هو إصلاح أكاديمي شرعي، بمعنى أنه المؤسسات التعليمية بحال دار الحديد الحسني وأخرى حتى هي داخلة في هذا المشروع، هذا جامع القرويين والمعاهد اللي تابعه لها كاع كلها، الى اي حد هذا الاصلاح هذا او التاهيل هذا الحق هذه المؤسسات هذو، والى لحقهم شنو الكيفيه اللي اصلا غادي، واش حتى هي ماديا وحتى هي في اطار المقررات والمواد اللي كتدرس، واش بالنسبه لهذه المؤسسات ناقصها شي حاجه مثلا، بالنسبه وانت ملم بهذه المساله هذه وعندك علاقه بهذه المساله هذه، شنو الجانب ديال المقررات اللي ربما ناقصها وخصها تزاد الى غير ذلك، يعني بغيناك تعطي رؤيه للناس اللي تيتابعونا، تاهيل الحق الديني في المؤسسات الاكاديميه الشرعيه اللي تابعه للقرويين. نعم، الفرق ما بين الممارس لعمل والمحب لعمل. دابا كاين الموظفين يمارس وظيفته صافي، بحال دابا نعطيك مثال، انا درت واحد الدرس لاساتذه التربيه الاسلاميه، شحال عندنا في المغرب؟ نديرو حنا غير 40,000 واحد ديال اسر التربيه الاسلاميه في المغرب، عرفتي تكون عندنا 40,000 موعظه كل مره. انا قلتها لهم، قلت لهم ودي الله يجازيك بخير، انت استاذ التربيه الاسلاميه، عندك مقرر التربيه الاسلاميه، ذاك المقرر ما عندنا ما نقول فيه، مزيان هز واحد 3 دقائق 4 دقائق منه وخرجوا للناس. كاين دكاتره، انا درست واحد الدوره التكوينيه ديال واحد 24 دكتور في الالقاء، وما بقى منهم الا جوج، وحده استاذه جامعيه وحده اخرى اللي بقاو ليا في يديا، اللي بقاو باش نوري لهم في الالقاء كيفاش، انا استاذه جامعيه باش يديروا في الالقاء. كاين فرق ما بين انت دابا هاد الشهاده ما تتخلص عليه ما والو، وهاد المؤمنين وهاد الطاقم وهذاك الشيء جايين في سبيل الله خدامين، بغاو يبلغوا كلمه الله، عندك الموريد ديالك وعندك، وانت خليتي داك الشيء هذاك وجاي. فرق ما بين هذاك الموظف، هاكو كان الموظف لو كان سالينا شحال هادي درنا قضيه تقول لي تعطوا الله سيدي بزاف هاد الشهاده. ولهذا دابا هنا باش نشوفوا هادو اللي تيدخلوا دابا لهاد المجالس العلميه وهاد الشيء، هذا داخل موظف ماشي داخل لانه يحب هذا العمل، وهذا العمل واجب عليه وتيخصو يؤديه وغادي يتحاسب عليه غدا يوم القيامه من الاربعه الذين تسعر بهم النار يوم القيامه. هو العالم، ماذا عملت بعلمك؟ اش درتي بهذا العلم ديالك؟ شنو درتي به؟ لكن خصك ما تكونش موظف، انت ماشي نقص موظف انت، لهذا كان في التاريخ ديال الاسلام هذوك العلماء كانوا عندهم حرف. حرف هذا كان سميتو تيبيع الثوب، هذا كان خراز، هذا كان نجار، هذا كذا، وكانوا تيتسموا حتى بالسميه ديال الحرفه ديالهم اللي كانوا بها ويفتخرون بها. وداود عليه السلام كان حرفي، وسيدنا عليه السلام كان حرفي نجار، صوب السفينه، فلهذا هذا كان حرف. الرسول صلى الله عليه وسلم راعى الغنم باش ما يكونش خدام عند شي واحد ولا شي حاجه، يكون يحسب استقلاليه. فلهذا هنا علاش ما عطاتش النتيجه في هذا الشيء هذا؟ لان قالها واحد مفكر مغربي رحمه الله عليه، كان عندي معاه اتصالات وتنشوفه، هذا طبيب ديال الجيل المهدي بن عبود، هذا كان عنده الكابيني ديالو في حي في سميتو في باب الحد. قال لك الثقافه الخبزيه، ولا عندنا الثقافه الخبزيه، شد الشهاده عنده الدكتوراه في الشريعه وداك الشيء هذاك، عارف هذا الشيء، تيتكلم في مصطلح الحديث هكذا كذا كذا كذا، ماشي الشهاده مزيان ما قلناش هذا، ولكن راه عندنا سهل هذا الشهاده نصيبو دابا، ولاو الموسوعات وهذا الشيء كله سهل التناول ديالو. بغينا نشوفوا التطبيق، بغينا نشوفوا الممارسه. فحال رجل في 1000 رجل خير من 1000 رجل يأمرون رجلا. شي الحال افضل واحد في وسط 1000 غادي ياثر على 1000 اللي تيامروا واحد. فاحنا بغينا نشوفوا هذا الحال، هذا العالم الفلاني، العالم في كل البلاد. احنا الحمد لله دابا عندنا واحد الهيكله على الصعيد المغربي كله ديال المجالس العلميه. هذوك الناس لا تنعرف الاغلبيه فيهم وداك الشيء الحمد لله ناس فضلاء، ولكن ما تبقاش سميتو موظف، خصك تبقى تمارس الرساله ديالك. انت عالم، باش تبقى انت عالم، خصك تقوم بالدور ديال العالم وتقرا على العالم اشنو هو كان الدور ديالو عبر التاريخ من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هكا تفهم المسائل. ما قديتش على هذا الشيء هذا، دير كما قال واحد سميتو الصديق ديالي من العلماء الدعاء رحمه الله عليه، قال لك واحد بقى عليا في 12 الليل،
ودق واحد الدقه وخلع عليه وخلع على المراه وبس الكوميساريه هذه جات صافيت هذه شنو هو؟ فرج عنده قال لي اش بغيتي؟ قال لي واحد السؤال قال لي واش هذا الاداب؟ قال لي شو ما تقول لي لا ادب اللي يديك اللي يخليك انا خليت هاد الديور هادو كلهم اش داك انت تعرف هذا الدين هذا؟ انا جيت انت اللي غادي تعلمني الادب ما تنعرفش ندق وما تنعرفش امتى يتدق ما تنعرفش هادشي اللي كاع كله وجيت عندك انت في هذا الوقت لانك انت اللي خسرتي هذاك باش تكون انت هو المنير ديالنا ديال الطريق ديال هذاك الشيء غادي تصبر وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيو عنده بلا ايدك بلا كذا 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 وصوره الحجرات كلها كانت توري لنا كيفاش كيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم كيتكلموا معاه وجا عاود كتب ديال ادب العلم والعلماء وكيفاش العلماء نحترموهم وكل شيء ولكن قبل ان يحترمني الناس علي ان احترم انا نفسي كما دار عبد الرحمن المجدوب رحمه الله عليه وهو من اولياء الله الصالحين كان تيدوز ويشوفوا الوليدات الصغيرين في الزقه ويجيو يتجراو ويبوسوا يديه واحد النهار يدار لهم السلام ديالو ذاك القشاوش ديالهم هكا وبداو تيسبوا قال لي اه يسحب لي الناس يحترموني ساعة انا اللي تنحترم راسي العالم يجب ان يحترم نفسه لما عنده من علم ولانه من ورثه الانبياء وهذا الاحترام يفضي به الى ان يقول كلمه الله حق بالحسنى ولا يخاف في الله لومه لائم.